لكل جماهيرنا، جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. الاهلي بطل للجمهوريه للعام الثالث على التوالي. الفرحه المره دي مختلفه والعيد ده مختلف علشان معانا واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي، كابتننا الكبير الكابتن مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وش السعد علينا كابتن مؤمن، مبروك لحاجات كتير، مبروك للفوز، مبروك للعيد بقى، كل سنه طيب، وعيد ميلادك النهارده يا كابتن مؤمن، كل سنه وانت طيب ومليون مبروك. تحياتي الكابتن اسامه. كابتن اسامه حسني بيقول لك انت وش السعد. حبيبي اسامه عامل ايه؟ الحمد لله والله. كابتن اسامه بيقول لك بقى كل سنه طيب، عيد ميلاد سعيد كده، 25 سنه ولا 30 سنه يا كابتن مؤمن؟ لا الحمد لله والله. قول لي بقى، شفت الماتش ازاي؟ حرصك انت دايما تكون موجود دايما مع الفريق، اللعيبه دايما بتيجي تقعد مع الكابتن مؤمن دايما، بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه للعيبه، وش السعد كلنا يا كابتن مؤمن؟ لا الحمد لله موجود سنه، والحمد لله قدرنا نحقق البطوله زي ما انت قلت، تلت سنه على ورا بعض. الحمد لله بان اللعيبه والجهاز الفني والجمهور الاهلي وكل الناس. كابتن مالك عامل قلق لما بيجي، يعني كابتن مالك ان شاء الله نشوفه نجم كبير جدا في الملاعب، بيعمل معاك في البيت يا كابتن مؤمن؟ ان شاء الله والله باذن الله يكون لعيب جامد باذن الله. ان شاء الله الماتش اللي جاي الاهلي والزمالك، وانت ليك ذكريات كتير جدا مع ماتش الاهلي والزمالك، تقول ايه للعيبه وتقول ايه للجمهور واحنا عندنا مرحله جايه صعبه يا كابتن مؤمن؟ اتمنى التوفيق ان شاء الله للعيبه باذن الله خير، يعني الدوري اهلاوي وان شاء الله. مين من اللعيبه بتحس هو واخد ستايل وشبه مؤمن زكريا؟ اكيد كهربا. كهربا؟ تحب كهربا انت؟ قوي. عايز تقول له ايه بقى قبل ماتش الاهلي والزمالك؟ التوفيق ان شاء الله. اشكرك يا كابتن مؤمن. حبيبي كل سنه وانت طيب. التورته خلي بالك، الكابتن وليد والكابتن شاون جايزين لك التورته النهارده. حبيبي الحمد لله. حبيبي كابتن اسامه، طبعا ده كان لقائنا مع وش السعد الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي من جديد. تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، ونستنى